قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة مسؤول ملف كورونا في الشمال الدكتور وائل هياجني إن الفحص الرئيسي المعتمد لإثبات الإصابة بفيروس كورونا هو فحص PCR والمعروف باسم فحص تفاعل البلمرة المتخصص، مؤكدا أن الفحوصات السريعة متنوعة وتنتج من قبل شركات متعددة وفي مجملها تعطي نتائج بكفاءة متوسطة ويمكن استخدامها في حالات معينة يحددها الوبائيون والمتخصصون في ذلك. وكان الهياجني قد قال في اتصال مع رؤيا إن فرق الاستقصاء الوبائي ستتوسع في إجراء الفحوصات في محافظات إقليم الشمال. المنحنى الوبائي والذي يتم مقارنته بالأسابيع الماضية يبدو أنه في انحسار في محافظة إربد. نتوقع حسب المعطيات المتواجدة لدينا ونتائج فرق الاستقصاء الوبائي أن يستمر هذا المنحنى في الاستقرار، يعني ما فيش أقل من الصفر، لكن الآن الديمومة هي المشكلة، ديمومة أن يبقى الصفر أو واحدة حالة حالتين. إحنا الفرق الاستقصاء الوبائي قامت بجمع ما يقارب 200 إلى 300 عينة يوميا، إذن هذا مهم جدا أنه إحنا الصفر بيجي من رقم عالي 200 إلى 300 عينة يوميا. انتقلنا أيضا في الأيام السابقة والأيام القادمة إلى خطوة أخرى في عمليات الاستقصاء، وهي الذهاب إلى مراكز المدن والبلدات في كل محافظة إربد في الألوية 9 لسحب عينات من الذين يتعرضون أكثر للمواطنين كالمخابز والحسبة وباعي الخضار وباعي المياه وما شابههم من ذلك، ولغاية الآن النتائج سلبية. إذن الآن ننتقل إلى المناطق التي لم يسجل فيها إصابات وسنقوم بنفس الشيء بهذه العينات المنتقاة. يبدو أن الأمور جيدة، غدا أو بعد غد أيضا سننتقل إلى بؤرة الرمثة حيث سنقوم بإجراء بعض العينات للمخالطين لنتمكن من اتخاذ قرار بشأن رفع الحجر عن المنطقة المحجور عليها في مدينة الرمثة. فرق الاستقصاء الوبائي مستمرة، اللجنة التنفيذية بقيادة محافظ إربد مستمرة في اتخاذ قراراتها الميدانية. نحن نتوقع حسب المعطيات العملية والعلمية والموضوعية على الميدان أن يستمر الأمر كما هو إن لم يكن أحسن. نعم، احنا بلشنا تقريبا 103 حالات تم ادخالها الى مستشفى الملك المؤسس اليوم، لغايه انا ما بحكي معك الان في عندنا 39 مريض فقط مدخل في مستشفى الملك المؤسس، وهو المستشفى الوحيد المعتمد لادخال الحالات في الشمال. حالاتهم جميعا مستقره، نتوقع ان يتم اخراج عدد من المرضى لهذا اليوم بعد استكمال نتائجهم للمره الثانيه او الثالثه او الرابعه حسب ما يقتضيه البروتوكول اليوم. يعني بعد الظهر ان شاء الله اليوم نحتفل باطلاق عدد اخر من المتشافين ان شاء الله، والامور مستمره كما هو مخطط لها.